الرئيس السيسي يوجه انذارا لامريكا بشان سد النهضه للمبعوث الامريكي، وبيان عاجل من الرئيس السيسي حول اتفاقيه منحه مساعده بين مصر وامريكا، وصدمه كارثه حدثت في دار السلام وتحرك عاجل من الداخليه المصريه. ننشر لحضراتكم التفاصيل، وضربة كبرى من الداخلية المصرية ننشر أيضا لحضراتكم التفاصيل، والحكومة المصرية وبيان يتعلق بمصير التعليم في مصر هذا العام، وتفاصيل هامة حول الصاروخ الصيني الذي مر بفضاء مصر مرتين. كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم عليكم، وصلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتو قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، والرئيس السيسي يوجه انذارا لأمريكا بشأن سد النهضة للمبعوث الأمريكي. الرئيس السيسي قال إن فشل الوصول إلى اتفاق ملزم وعادل في قضية سد النهضة سبب غياب الإرادة السياسية لدى الطرف الآخر. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للمبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الإفريقي فيلتمان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري، ومحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسفير الأمريكي في القاهرة جوناثان كوهين. الرئيس السيسي أكد أن ملف سد النهضة وجودي بالنسبة لمصر، ووضح أنه لن يقبل الإضرار بمصالح مصر المائية أو المساس بها، ودعا إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في إيجاد حل لأزمة سد النهضة الإثيوبي. شدد على أهمية الدور الأمريكي للإطلاع بشكل مؤثر في هذا الأمر. بمعنى إيه؟ ملف سد النهضة يعني قضية وجودية بالنسبة لمصر، بمعنى أن سد النهضة إذ لم تتفق الأطراف مصر والسودان وإثيوبيا على كيفية ملء وتشغيل سد النهضة اتفاق قانوني وملزم، ده هيهدد وجود الشعب المصري والسوداني، وهذا الأمر لن تسمح به مصر. فإذا نجد هنا إنذارا من الرئيس السيسي المبعوث الأمريكي بشأن هذه القضية الحساسة جدا بالنسبة لمصر والسودان. أترك لحضراتكم التعليق، لا مش أترك لحضراتكم التعليق. وزير الخارجية المصري سامح شكري استعرض مع المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي مستجدات مفاوضات سد النهضة سبل إنجاح الجهود للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل السد. أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية قال إن الوزير سامح شكري ووزير الموارد المائية والري استعرض خلال الاجتماع مسار ملف سد النهضة الممتد لعقد كامل من الزمن منذ أن بدأت إثيوبيا بناء هذا السد دون التشاور مع دولتي المصب، وانتهاء بالمفاوضات الجارية على قواعد ملء وتشغيل السد، واللي كانت نتائجها للأسف بدون أي نجاح بسبب تعنت إثيوبيا ورفضها كل الأطروحات الفنية حول قواعد الملء والتشغيل التي قدمتها مصر خلال المفاوضات، أو التي ساهم في إعدادها وسطاء دوليين وقبلتها مصر، ومنها الاتفاق الذي انتهت إليه المفاوضات التي جرت برعاية أمريكا. فتخيل أن يكون في مفاوضات تقوم بتنظيمها أمريكا، أكبر دولة في العالم من حيث السياسة والاقتصاد والعسكرية، لما أمريكا تقوم بتنظيم يعني حوار أو اتفاق وإثيوبيا تتراجع في الخطوات الأخيرة، إذن فإثيوبيا يعني هدفها واضح من البداية، وهو عدم الاتفاق على الملء والتشغيل، وأن إثيوبيا هدفها هو تعطيش المصريين، لأن بناء السد هدفه للأسف هو تعطيش المصريين والسودانيين وبيع مياه النيل، ليس الهدف الأساسي هو توليد الكهرباء. ممكن توليد الكهرباء دي حاجة سنوية، إنما الهدف الأساسي هو تعطيش المصريين والسودانيين، ومصر لن تسمح بهذا الأمر. أوضح أن الوزيرين أكدا خلال الاجتماع أن مصر ما زالت تأمل في أن يتم التوصل لاتفاق حول سد النهضة قبل صيف العام الحالي، حيث يتعين أن تتم عملية ملء السد وفق اتفاق يراعي مصالح دولتي المصب ويحد من أضراره عليها. الوزيران أكدوا
استعداد مصر لبذل الجهد اللازم لإنجاح مسار المفاوضات الذي يراه الاتحاد الإفريقي وتقود جمهورية الكونغو الديمقراطية. أشار إلى أن مصر تتطلع للتعاون مع شركائها الدوليين وفي مقدمتها الولايات المتحدة لتحقيق هذا الهدف والتوصل لاتفاق منشود. مصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة. ويلا ندخل على الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر وبيان عاجل من الرئيس السيسي حول اتفاقية منحة مساعدة بين مصر وأمريكا. الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر عدد من القرارات بما في ذلك الموافقة على تعديل لاتفاقية منحة مساعدة بين حكومتي مصر وأمريكا. ونشرت الجريدة الرسمية في مصر اليوم القرارات الستة التي أصدرها الرئيس السيسي، وشملت القرار رقم 697 لعام 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين القاهرة وواشنطن بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر. وتم توقيع اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار بين حكومتي مصر وأمريكا في 9 يونيو 2020، وفي إطارها يتم تخصيص أموال كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. المصدر معانا كان من وكالات. ونتقل خبر آخر. ضربة كبرى من الداخلية المصرية، واستطاعت قوات الأمن المصرية خلال 24 ساعة من ضبط 184 قطعة سلاح ناري و200 قضية مخدرات وتنفيذ 71,737 حكما قضائيا متنوعا. موقع اليوم السابع أشار إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وعن العقوبات للمخالفين للقانون. أوضح اليوم السابع أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة المصري حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص. نصت المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء الموجودة بالجدول رقم 1، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوصة عليها في الجدول رقم 2، وتكون العقوبة بالسجن المشدد إذا كان السلاح مما نص عليه في البند ألف من القسم الأول من الجدول رقم 3، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه في البند ب من القسم الأول أو في القسم الثاني من الجدول رقم 3 معدلة بقانون 97 لسنة 92. وينص هذا القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزارة الداخلية أو من ينيب عن الوزارة عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولى وذخائرها أو الإتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين في الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الإتجار فيها إلا بالترخيص. المصدر كان معنا من اليوم السابع، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. صدمة وكارثة حدثت في دار السلام وتحرك عاجل من الداخلية المصرية، وتوفي 4 أشخاص بينهم طفل وأصيب 2 بسبب مشاجرة اندلعت بنجع جودة بقرية أولاد سالم بحري بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج شرق مصر قبل الإفطار بدقائق بسبب لهو الأطفال. وسائل الإعلام المصرية أفادت بأن مدير أمن سوهاج اللواء حسن محمود تلقى بلاغا من مأمور مركز دار السلام يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين الحسينة وأبو القاسم الحسينة وأبو القاسم بسبب خلافات عائلية سابقة، ونشب النزاع قبل 4 دقائق من بدء الإفطار بعد لهو الأطفال وخلافات الجيرة، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز حيث تبين من الفحص مقتل 4 أشخاص بينهم طفل في 6 سنوات، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي إضافة إلى إصابة شخصين آخرين. الأجهزة الأمنية دفعت بتعزيزات إلى المنطقة وتمت السيطرة على الطرفين، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد المتهمين وضبطهم.
المصدر معانا كان من الوطن نيوز واليوم السابع، واترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر اخر معانا، والحكومة المصرية تنفي شائعة تتعلق بمصير التعليم في مصر هذا العام. نفت الحكومة المصرية الأنباء التي انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول إيقاف الدراسة في الجامعات وتبديلها بتقديم أبحاث. مركز الإعلامي لمجلس الوزراء شدد على نفيه الأنباء التي انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات وإلغاء الامتحانات وتبديلها بتقديم أبحاث. وأكد تواصله مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي نفت تلك الأنباء. وزارة التعليم قالت أنه لا صحة لإيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات أو إلغاء الامتحانات وتبديلها بتقديم أبحاث. أشارت إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن. الوزارة أكدت انتظام سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الحالي بكافة الجامعات مع تطبيق نظام التعليم الهجين، والذي يعتمد على الدمج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية مع عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مواعيدها المحددة طبقا للخريطة الزمنية المقررة، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة الجائحة. هذا وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة. المصدر معانا كان من اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل لخبر آخر معانا وتفاصيل هامة حول مرور الصاروخ الصيني الذي مر بفضاء مصر مرتين. رئيسة قسم أبحاث الفضاء بمعهد الفلك في مصر رشا غنيم كشفت أن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يدور حول العالم كل 89 دقيقة ويمر فوق مصر بصفة دورية. وأشارت في تصريحات إعلامية إلى أن الصاروخ مر اليوم في فضاء مصر مرتين، الأولى كانت في 12:55 دقيقة واستغرق مروره 5 دقائق، والثانية كانت في الساعة 5:40 دقيقة مساء، متوقع أن تكون المرة الثالثة في الساعة 11:03 دقائق وتستغرق 5 دقائق. الصاروخ ده يبلغ يعني حوالي 20 طن، يحمل مركبة الفضاء الصينية على الأرض في الأيام القليلة المقبلة بعد أن تم الاستخدام لإطلاق الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية الجديدة، مشيرين إلى أن هذا الجزء الرئيس لا يمكن توجيهه وليس له مسار للسقوط في البحر عند نقطة محددة مسبقا. المصدر معانا كان من اليوم السابع، وأترك لحضراتكم التعليق، وأتمنى إن شاء الله أن الصاروخ ده ما يقعش في مصر لأنها تبقى مشكلة كبيرة وإحنا يعني مش ناقصين. جينا لنهاية نشرة الأخبار، كان معكم إسلام من قناتكم مصر ميديا IEB وصفحتكم على الفيسبوك أيضا إسلام الأمير مصر ميديا IEB. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.